انا ام يوسف. اهلا ام يوسف. ساكنه في المطريه. كنت شغاله عند لواء عبد محمد الدمرداش في قلب بيته، عنده عندي بنته. بعمل لهم الاكل وبنضف البيت له ولبنته ورب ولاد بنته. فمن 2008 الكلام دوت، من اول شهر اشتغلت عنده اكتشفت حاجه، وكر للشياطين، شياطين الانس والجن. شياطين الانس والجن. اكتشفت من اول شهر ان مراته بتخش تلبس المصحف في رجليها وتاخد طبق اللبن في الحمام وبخور ريحته غريبه جدا، ريحه الميتين، ومعاها كتاب غريب تقعد تقرا حاجات ما فهمهاش وما اعرفهاش، طلاسم غريبه جدا في قلب الحمام ساعه الاذان، وبيبقى يوم السبت ويوم الاحد عندهم. فلما شفت الحاجات ده عندها في قلب الحمام، فبقول لها بتعمل لي اي حاجه؟ قالت لي تعالي اقول اصرح، انا بنتي تعبانه فانا بقرا لها حاجات في الحمام عشان تخف. بقرا لها حاجات في الحمام عشان تخف. فانا استغربت، جيت امشي راحت نادهالي، راحت مدخلاني معايا الحمام، قالت لي بقول لك ايه؟ قلت لها قول لي حاجه. قالت لي هقرا كده، هقرا وانت قاعده جنبي اشوف ايه اللي هتعمليه. قلت لها ماليش في الحاجات دي، انا بخاف من الحاجات دي وبكش. لو تقرأ عليا انا همشي، هلبس هدومي، مش عايزه منك فلوس وماشيه. قالت لا ما تخافيش. المهم راحت ماسكاني مكتفاني بالعافيه، مدخلاني الحمام معاها، فضلت تقرا عليا طلاسم وحاجات غريبه ما فهمهاش، وبقت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني حاجات غريبه في الحمام بشوفها منها. والمصحف معاها في الحمام وتتوضى باللبن. فجاه لقيت القسيس معاهم اللي هو ده عارف عبد محمد الدمرداش جوزها، وهي قوت محمد مراته، بنته حنان عبد محمد الدمرداش، وابنه معمر عبد محمد الدمرداش ده وكيل نيابه للاسف الشديد، وابنه الثاني اسمه محمد عبد محمد الدمرداش شغال في عثمان احمد عثمان مهندس. فالمهم جه بقول لها ايه ده قسيس وحاجات غريبه، ايه الحاجات دي؟ لا ايوه سيبيني سيبيني. قالت لا ده احنا هنعمل حاجه بس ما تخافيش منه. فضل يقرا عليا يقرا عليا ويعزمه يقرا عليا في قلب الحمام. فجاه لقيت نفسي بني ادمه ثانيه خالص، دماغي دي لفت، حسيت حاجه كلها، جسمي كله بيرتعش واتنفض. حاجه جبت دبشه خبطتني بقى على دماغي، اغمى عليا وقعت في الحمام. طبعا فين فوق شلاقي على المغرب، انتوا بيفوقوني وانا في المطبخ في قلب المطبخ عندهم. روحوني البيت، خلي اتنين عساكر بتاعته يقوموا الحارس بتاعه مصطفى والعسكري التاني. قالوا وصلنا البيت يا مصطفى، انت العسكري التاني. روحنا لحد البيت، عندي ابن عيل صغير مالها ماما، قالوا امك تعبانه شويه. تاني يوم لقيت العساكر دي جم خدوني من قلب البيت، كل يوم يودوني البيت يروحوني ويجيبوني. كل ما اروح عندهم كل ما ارتاح بروح عندهم كل يوم في قلب البيت، اعمل لهم الاكل، اخش البيت انا اتدفع من الاكل. قبل الظهر الان مستلمني مجرجرني على الحمام يقرا عليا حاجات غريبه. انا يعني نفسي واحده تانية خالص، بس بالاراده والشخصيه بتاعتي بروح معاهم زي ما هم عايزين. لقيتها بتقول لي البي اللواء بيقول لك اللواء ما يطلب منك حاجه تروحي معاه تسافري معاه الصعيد ما تقوليش لا. عم اقول لها حاضر، ويقول لك قالت لي اقول لها حاضر يا حاجه، وتروحي مع اي مكان حاضر، يقول لك يا ريت اللي عامل الارض وتعملي احنا عايزينه كله منك، اقول لها حاضر يا حاجه. فجاه لقيت نفسي مش انا اللي بتكلم، بلاقي نفسي يعني لساني بيتربط بنت حاجات غريبه. بقيت اروح معاهم الصعيد، اسافر معاه في العربيه بتاعته، هو عبد الدمرداش وقوت محمد وجوز حنان وحنان، واسكر معاهم. اروح معاهم السجن بالاربع ايام في الصعيد هناك، اطلع الاثار من الارض، اقول لهم فين مكان الاثار بالظبط، مش انا طبعا، الحاجه اللي هم ملبسينها في جسمي عن طريق الجن، اطلع عارف فين مكان الاثار بالظبط. بقيت اشاور لهم الاثار، العساكر بدات تفحت في الارض بالثلاث ايام، تطلع الاثار من الارض من قلب الصعيد من سوهاج، نجيب الحاجه ويجي العربيه. اول ما نوصل البيت يخلي العساكر بتاعتي راح مروحين البيت. استمرت على كده 3 سنين عنده، العساكر توديه البيت. سنة كام يا حاجة؟ 2008 لحد 2010. العساكر توديني لحد البيت وتجيبني الصبح من البيت. مانعين أي حد يخش عندي، لا قرايب ولا أهلي
ولا جراية تختلف بيا ولا حد له دعوه بيا خالص. ابني لاحظ ان انا امي متغيره، مش هي، مش طبيعتي، امه مش هي طبيعتها. يا ماما اقول له في ايه؟ بتعملي ايه؟ انت ليه بتعملي كده؟ بتصرفي كده ليه؟ مسك المصحف، اقول لها مش عايز امسك المصحف. طب اقرا المصحف يا ماما، اقول لا. اشغل القران في التلفزيون عندي، اقول له لا. مش اه ابني لاحظني حاجه غريبه جدا. فجي في مره راح مسكني قال لي طب بصي يا امي تعالي هنكره زي ما كنا بنكره مع بعضنا، انا وكم نكره انا وانت سوا كل يوم الصبح وبالليل، تعالى نكره انا وانت سوا نكره في المصحف. جاب المصحف مسك قعد يقرا على دماغي شويه، وراح مشغل الدش عندي على قراءه القران. جسمي بقى يتنفض، دماغي ديت احس ان زي ما كنا حاجه يعني ماسك دماغي دي بتنفضها من كميه جبل دبش وتراب على دماغي. ابني بيقرا عليا والقران شغال عندي على الدش. حسيت ان انا فقت شويه، فقت حبه. رحت اليوم رحت عنده في قلب البيت، ده شهر 1 2010. رحت لاجل حظ الحلو، لاجل مكشف في السر والجريمه، لقيت عنده 2 تجار اثار صعايده من بلده. الراجل اللي هو ده قاعد في قلب الصاله عنده، الصاله في وش المطبخ، في ايده حته الاثار ذهب، وش بني ادم والجسم كله ذهب. فطلع عايز اجيب ازازه ميه اشرب منها، ببص لقيت بيقول له سلم واستلم بعد اسماعيليه، ونص الفلوس اخضر، يا اما لو ما فيش اخضر يبقى نصها بودره، بس تمن اثار بودره بس مش هنا الحدود، واللي ياخدها منك ناس تابعه هنا في الداخليه، عساكر من الداخليه. قال له طيب، طب يطفع على السعر بقى، ويروح امتى؟ بعد بكره. ده كان 2010، شهر 1 2010. وقفت سمعت الحوار كله، فجاه لقيت مراته، لقيتها في ظهري، فبتقول انت اتبهت وفقتي، سمعت البيبي يقول ايه مع الناس دولت؟ قلت لا ما سمعتش حاجه، ما خدتش بالي من اي حاجه يا حاجه. سمعت ايه يا ام يوسف؟ قلت لها حاجه، ما سمعتش حاجه وما فهمتش حاجه، انا مش واخد بالي من اي حاجه، وفي ايه اصلا؟ ما اعرفش حاجه. فطبعا لما سمعت وقرات القران عليها شويه يعني نبهتني حبه، حطيت في دماغي اني هبلغ عنه، همشي من عنده تاني يوم هبلغ عنه وهطلب الحمايه منه، وفي نفس الوقت مش عايزه منه فلوس اشتغلت بيها عنده، مش عايزه حاجه منه، بس اهم حاجه اني ابلغ عنه يتحبس والاسره تتمسك، يجي نكشف الحقيقه كلها قدام الحكومه قدام الراي العام، ويتمسك ويبطل يسرق الاثار. فالمهم مرته السمع قالت انت شفت وسمعت كل حاجه عنها، راحت مجرجره لي شقه بنتها، مجرجره لي بالعافيه شقه بنتها. بعد ما سجلناها الحمام جت لها حنان حط السيخ على النار، حطت السيخ على النار بنتها، راحوا ماسكيني في قلب الحمام، مرات اللي وقوت محمد راحت ماسكاني مكتفين على ظهري، من ظهري مكتفين من دراتي. طلع جوز بنتها وائل من جوه قال لها في ايه حياتي؟ قالت له ده في مصيبه، ام يوسف سمعت عمك ومعاه الامانه ومعاه الضيوف، شكلها اتبهت وصحيت وفقت لوعيها. قمت عليه بقى عشان ايه نخلص منها خالص، نخلص عليها خالص. ايه طب استني حماتي قبل ما نخلص عليها لازم يكون ايه كسرين عينيها ومبهدلينها ومعلمينها ومعلمين عليها، بحس لو اتكلمت تخاف، تفتكر احنا عملنا فيها تخاف ما تقدرش تتكلم خالص ولا تقدر تحت تبالغ عننا. قلت طب تعالى يا وائل. جه واقف جوز بنته حنان داخل الحمام هو كمان معاهم بالعصايه ضرب فيا، بالعصايه ضرب فيا قلب الحمام. راحت حنان بنته كمان جايبه لي السيخ سخناه على النار، اتحرقني بيه في ظهري، حرقني بيه في ظهري. قالت لي عشان خاطر ايه تخافي ان تحط بلاغ عننا، والعلامه دي تحرمك انك تسمعي اي حاجه، لو فقدت البلاغ عني سمعت اي حاجه بعد كده من اي حد تخافي مليون مره، تعملي 100 حساب انت هتفتكري تروحي تبلغي عنهم، تبلغي عنهم او تتكلمي وتعملي 100,000 حساب. ارعب بالصوت ما حدش عارف يلحقني من جيرانهم. جه واحد جوز بنتها قال لها ده مش كفايه حنان اصبري، راح جايب عصايه من قلب الاوضه عنده ضرب فيا فتح لي ظهري، ضهري متعلمه في لحد دلوقتي، علامه في ظهري كده بالطول مفتوحه في الكتف اليمين ضهري.
وبعد منها قال لها يا حنان هات التليفون بتاعي وتعالى على قدامها. فانا عمال اصوت عشان حد يلحقني، مش لاقي حد يلحقني وانا قصدي من ايديهم. انا فستهم ذبيحه، ذبيحه بيقطعوا فيها. قال لها يا حنان على قدامها. واحد بنت اللي هو ده حنان احمد عليها هدومه كلها، لما اخذ في اللفظ انت اخواتي. قال لها بصي حضرت تليفون على التصوير، هختصبها قدام منكم هصور عشان لو فتحت بقها واتكلمت هنقول ان انتوا هتقولوا ان كنت انا ماشي معاها من وراكم، ولما اكتشفت ان انا ماشي معاها من وراكم ضربتوها وحرقتها بالنار وعذبناها وعملنا فيها كل ده عشان خاطر ايه؟ ما تبصش الساده ولا تمشي مع حد تاني عشان ننسى تنسى الموضوع اللي احنا كنا اصلا قارين عليها، حضرنا عليها وقارين عليها وبرمجناها منها بريموت كنترول تروح تقوم معانا توريها فيهم اكل اثار عشان هي الدليل بتاع تكليل الاثار من الارض، تنسى الاثار اللي كنا بنعمله فيها ما تتكلمش في ده وتفتكر اللي عملناه فيها تخاف وكش. بعد ما اغتصبني انا بلعب الصوت تصوير على الموبايل واخد بال حضرتك، بعد منها قال لي اخش حنيت كوبايه عصير ظبطيها. قلت له حاضر يا وائل. راحت المطبخ عندهم جاب كوبايه عصير دي، كوبايه عصير دي فيها كميه مخدرات تموت. سبحان ما كتب لي نجاه ونجيت منها.